الأسمار مشاهدينا الكرام، أخذ هذا اللقاء مع الكابتن أحمد الفريدي، وسأل الكابتن أحمد عن أيضا مستحقاته لدى إدارة نادي النصر. نتابع. الحمد لله على كل حال. طبعا النصر السنة مختلف تماما عن الموسم الماضي، لا أختلف معاك أنه في تفاوت النتائج أو المستويات. نعم خسرنا كذا مباراة، لكن الانتصارات كانت واضحة متتالية، الشغل الفني كان واضح، حرص اللاعبين كان موجود داخل الملعب. أتوقع أنه يعني فرق بينك وبين أول ثلاث نقاط، يعني أنت ما زلت تنافس وبقوة، وما زلت في الدور الأول. إن شاء الله النصر ولاعبين النصر وإدارة النصر والجهاز الفني حريصين على أنهم يقدموا كل ما عندهم لجماهير النصر. كابتن بصراحة في هذه المباراة لاحظنا اللعب السريع عكس مباريات سابقة، وش اللي يعني تغير بهذا الموضوع؟ طبعا اشتغلنا في الأسبوع الماضي، هذه شغل تكتيكي كثير وفني اشتغلنا على، خصوصا أمام الفرق الوسط والأقل من الوسط، أنها تقفل في 11 لاعب. حرصنا كل حرص أنها تكون الكرة أسرع من اللاعبين بحيث أنه ما يتمركز اللاعب الخصم في المكان المناسب. الحمد لله طبقنا واستثمرنا فرص عديدة وجبنا منها 4 أهداف. وش اللي زعلك؟ غبت يعني تقريبا أسبوع والناس تسأل، الناس تحب. والله شيء طبيعي، يعني بعض الأحيان في أشياء خارج الملعب وخارج النادي تأثر عليك كشخص تمتلك عائلة وتمتلك بعض المحلات والتجارة، تأثر عليك كثير خصوصا إذا ما استلمت مستحقاتك. فكانت يعني فترة صعبة جدا لي، وحرصت أني أكون بعيد عن النادي. إن شاء الله الفترة القادمة تكون فترة مميزة، خصوصا إن شاء الله ننتظر اجتماع لأعضاء الشرف، يكون إن شاء الله في دعم قوي لإدارة الأمير، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. يعني أفهم من حديثك أنك تنتظر الاجتماع عشان مستحقاتك؟ لا مو بس مستحقاتي، اللاعبين كامل، وأيضا النادي يحتاج إلى 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 دعم كبير في هذه الفترة، خصوصا في المستويات اللي يقدمها نادي النصر. أسطوانة انزعجنا منها كثير، أنت قدامي يا أحمد الحين، الناس يقولون أحمد زايد وزن، أنا ما أشوف زيادة وزن نهائي لو المصور بس. الله يرضى عليك، وعادة يعني جميع اللي أشوفهم يعني خارج الكاميرا يقول أحمد أنت نحيف للكاميرا، العادة يعني تكبر من الشخص، لكن الحمد لله أنا الآن في وزن يمكن من سنين ما وصلت له، الحمد لله. شكرا لك، يعطيك العافية.